السلام عليكم، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. انا حبيت اعمل فيديو سريع عن موضوع البنش نيدل بتاعي النول اللي انا عاملاه. هو حاجة سهلة جدا على فكرة، ما فيهاش اي مشكلة خالص. الموضوع كله ان انا رحت عند نجار، جبت منه عملت نول. النول ده العرض الجزء ده 5 سنتي وده 2 سنتي، والنول كله على بعضه 40 في 40، وما خدش مني غير 60 جنيه. ممكن حضرتك لو تعرف نجار احسن ممكن ياخد مني 50 و40 كمان. جبت شريط عبارة عن شريط جلد وحطيت فيه دبابيس، اللي هي الدبابيس الكبس. وبعد كده جبت الدبابيس اللي هي بتاعة الدباسة وعملتها زي ما انت شايفة كده، ما فيهاش اي مشكلة خالص. وجبت الفوم اللي انت شايفاه ده، جبت ربع متر، هو رفيع زي ما انت شايفة، وتنتها على 3 عشان برضو ايه الابر دي او الدبابيس دي ما تضايقنيش انا بعد كده. وعملت كمان الكفر الخارجي بكل سهولة. لو عايزة تعرفي طريقته ممكن بعملها لك ان شاء الله. طيب ده بحط عليه القماش ازاي؟ القماشة لو انا مثلا هعمل الكوشن 40 في 40، بعمله 50 في 50، بزود 10 سنتي، 5 يمين 5 شمال، 5 فوق 5 تحت. اول حاجة بعملها بحط القماشة بتاعتي ايا كان نوعها، مش فارقة معايا خالص، في قلب الدبابيس اهي بكل سهولة، مخدتش معايا وقت ولا اي مجهود. بناخد طرف طرف، لو خدنا الطرف ده بناخد بعد كده الطرف اللي قدامه على طول، يعني اللي انا بشتغله هنا باخد الطرف اللي قدامه على طول. بجيب المقص بتاعي واتك كده جامد علشان الفومة دي تمسك لي الدبابيس بتاعتي بكل سهولة. بقلب بالشكل ده النول بتاعي، باخد الطرف اللي قدامه زي ما لسه قايله لك دلوقتي حالا، باخد الطرف اللي قدامه. يعني انا عملت ده هاخد اللي قدامه على طول مش اللي جنبه، واتاكد ان في مسافات عندي في النول، ما اعملش في الجناب ماليش دعوه بيهم. بشد الخيط بالقماشه بتاعتي كويس، اهي هي مشدوده هناك وانا حطيت عليها الفومه خلاص اهي، يعني انا مش محتاجه احط ايدي هناك. وبصي بحط ايدي على النول واشد القماش. احنا مع الاسف لازم القماش بتاعنا يبقى مشدود جامد، عشان كده انا قلت لكم في الكورس بتاعنا ان ما ينفعش تستخدمي ولا طاره سيليكون ولا طاره خشب، لازم طاره بلاستيك. شايف انا بعمل ازاي؟ شايفاني؟ واحط تاني الفوم واضغط جامد، اضغط جامد. هجيب كده انا عملت طرفين اللي قدام بعض، هجيب الطرف ده كمان وهعمل اشد الخيط القماش برضو اهو. بصي شدها جامد، انا ما فصلتش الفيديو عشان تبقي شايفه كل حاجه قدام اهو. بالشكل ده احط برضو، انا عامله 4 4. طبعا انت لو متاح عندك تجيبي الفوم السمك اتخن يبقى احسن بكتير وهيوفر عليك وقت ومجهود. يبقى كده انا فاضلي اللي قصادها على طول. اتاكد ان كل الفومات بتاعتي الثلاثه مضغوطين على الدبابيس. هحط ايدي برضو هنا على الخشبه واشد اهو، شايفه انا بشد جامد وما بيطلعش اهو، شايفه بشد جامد وما بتطلعش. بشد جامد، يبقى الاساس معايا هنا ان انا اكون عاملة قماش زيادة عن المقاس بتاعي وجايبة فوم. طيب انا هشتغل في الشكل ده اكيد لا، لان احنا مع الاسف كفنانات بنحب الشغل الفينش اللي بيبقى شكله حلو، اللي بيديني طاقة ان انا اقدر اكمل، لان عشان اعمل كوشن بالحجم ده كله هياخد مني وقت كتير كتير فعلا، لان انا جربت عملت نص كوشن خد مني وقت. على فكرة الشغل فيه متعة وراحة نفسية ملهاش حاجة. انا عملت ده
عشان يديني منظر خارجي حلو. طبعا انا كنت عاملة ده كانش شكله حلو قوي عشان كده جبت ده. طب ده تركيبه ازاي؟ بركبه اهو، باخد برضو طرف بالشكل ده وهمسك همسكها كده واشدها كده اهي، شايفه انا ايدي فين؟ في اول طرف بالشكل ده، وسهله جدا. طبعا دي انا عاملاها باستك وده اللي انت هتعمليه. عايزين طريقتها عرفوني وانا اعملها لكم ان شاء الله، بس حجم صغير طبعا. اهي شكلها جميل، الفينش بتاعها النهائي حلو جدا اهو. طبعا انا مخيطاها على ايدي، فبالطبيعي ان ممكن تتقطع مني حاجة كده او حاجة كده. اشوفكم على خير، مع السلامة، وانتظرونا ان شاء الله مع الكوشن لما يتقفل.